موقع أنا السلفي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نواصل حديثنا حول أحكام الصيام، واليوم نتحدث بإذن الله تعالى عن مفطرات الصيام. مفطرات الصيام يعني مبطلات الصوم أو مفسدات الصوم. ما هي الأمور التي يفسد بها صوم المسلم ويبطل بها صوم المسلم؟ قال: هذه الأشياء التي تفسد على الصائم صومه وتفطره ويفطر الصائم بفعل أحد الأمور التالية: الأول الأكل أو الشرب عمدا، لقول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إذن لا يجوز الأكل والشرب العمد في نهار رمضان، فقد بينت الآية أنه لا يباح للصائم الأكل أو الشرب بعد طلوع الفجر حتى الليل، أي حتى غروب الشمس. أما من أكل أو شرب ناسيا فصيامه صحيح، ويجب عليه الإمساك إذا تذكر. يعني إنسان يشرب مثلا أو أكل ناسي، عندما يتذكر يتوقف فورا، يتوقف فورا. أحكي لكم موقف طريف يعني حصل معي زمان وأنا بخطب على المنبر مرة. كنا في رمضان وكان في الصيف وكان الجو حر جدا يعني، فأنا نزلت من على، كانت يبدو أنها الجمعة الأولى في رمضان تقريبا، فكان في كوباية مية محطوطة الظاهر من الجمعة اللي قبلها يعني، فأنا معطشت جدا وأنا واقف على المنبر خدت الكوباية المية وقعدت أشرب وكل المصلين بيتفرجوا عليا. فبعدين بعد كده بقول لهم، قالوا لي: ما احنا مش عارفين نقول لك ايه يعني. فالغرض ان من اكل او شرب ناسيا فهذا صيامه صحيح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل او شرب فليتم صومه فانما اطعمه الله وسقى. سبحان الله، جانب ايماني كده في المساله، إنما أطعمه الله وسقى. سبحان الله، لو أنك تدبرت وتفكرت، لو أنت حصل لك الموقف يعني وأنت صايم مرة كلت أو شربت ناسيا، سبحان الله، فكر بعدها على طول هتجد أن أنت ممكن يكون كان قبلها في اللحظة اللي قبلها كان في مشكلة عندك. إنما أطعمه الله وسقى، مشكلة أقصد يعني أن أنت تعبان من الإيمان، ربنا سبحانه وتعالى يوم يرحمك يخليك تنسى عشان تعمل ايه؟ عشان تاخد شويه الميه دي، عشان ربما مثلا تتذوق شيء معين مثلا ونحو ذلك. سبحان الله، من الذي انساك؟ الله سبحانه وتعالى. انما اطعمه الله ونسى، انما اطعمه الله وسقى. قال: ويفسد الصوم بالصعوط او بالصعوط وبكل ما يصل الى الجوف. الصعوط كان زمان، او الصعوط كان حاجة بتتحط في الأنف، يدخل بقى معاها دلوقتي كل الحاجات الإيش العصرية يعني، الحاجات بقى اللي بتدخل في الأنف. لكن هنا تحقيق مهم جدا، وهو هذه الأشياء التي تدخل الأنف إن كانت رزازا خفيفا الأرجح أنها لا تفطر. بخاخة الأنف إن كانت رزازا خفيفا الأرجح أنها لا تفطر. طيب بخاخة الفم اللي بتاعت الصدر ونحو ذلك، الراجح أنها لا تفطر، الراجح أنها لا تفطر، لا سيما أن اللي بيخرج منها ذرات خفيفة جدا، ذرات يعني من الملي جرام، فضلا عن أنها ليست في معنى الأكل ولا الشرب. لكن لو استطاع الإنسان أن يتجنب ذلك خروجا من خلاف العلماء كان أفضل. نعم. الثاني الجماع، أيضا مما يفطر ويفسد الصوم الجماع، فيبطل الصيام، فمن جامع وهو صائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جامع فيه، وعليه مع القضاء كفارة، عليه مع القضاء كفارة. فكما جاء في الحديث الكفارة هي عتق رقبة، طبعا ما فيش رقاب دلوقتي، صيام 60 يوما متتابعة، فإن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. فكما جاء في الحديث
أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هلكت. فقال: ما لك؟ شوف الصحابة رضي الله عنهم، المعاني الإيمانية دي ما تفوتش وإحنا بن. قال: هلكت هلكت. شوف الذنب عندهم، مساحته النفسية عنده قد إيه. قال: هلكت. وفي رواية قال: احترقت، يعني أنا هروح النار. انظر إلى تعظيمهم رضي الله عنهم للذنوب، في الوقت اللي تجد بعض المسلمين عافانا الله وإياكم يأكل ويشرب في نهار رمضان. نسأل الله العفو والعافية. قال: هلكت. قال: ما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد إطعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شوية كده، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، العرق اللي هو الزنبيل يعني. قال: أين السائل؟ حد جاب زنبيل كده فيه تمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل بقى: فين الراجل اللي كان دلوقتي بيسألني على السؤال بتاع الجماع؟ فقال: أنا يا رسول الله. قال: خذ هذا فتصدق به، روح بقى اطعم 60 مسكين. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله. ودي المواقف الطريفة بتاعت الصحابة رضي الله عنه، ده هو كمان عمل الذنب وكمان عايز ايه. قال: فوالله ما بين لابتيها، يعني يريد الحرتين في المدينة، يعني أهل بيت أفقر من أهلي يا رسول الله. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. خلاصة القول أن من جامع عمدا في نهار رمضان فإنه آثم، يلزمه التوبة والاستغفار من هذا الذنب، ويلزمه قضاء اليوم، ويلزمه الكفارة وهي صيام 60 يوم متتابع، إن لم يستطع فعليه أن يطعم 60 مسكينا. هذا الحديث الرجل ما أطعمش في الحديث هنا، نعم العلماء اختلفوا في المسألة دي، أرجح الأقوال أنه في ذمته، في ذمته، يعني هو الكفارة دي في الذمة، هو دلوقتي هياخد البتاع عشان ما عندوش حد، ما عندوش أكل، لكن بقيت الكفارة في ذمته. أي نعم. لطيفة هنا أن الطاعة كلما كثرت كلما سهلت، قاعدة كده، كلما كثرت كلما سهلت، ودي سبحان الله حتى سنة حتى في المعاصي والعياذ بالله، كلما كثرت المعاصي كلما اقترأ الناس عليها أكثر، قاعدة الشيء لما يكثر يوم إيه؟ يسهل فعله. خلينا بقى في الطاعة، كلما كثرت الطاعة كلما سهلت. اللي يطلع لي بقى الإشارة من الحديث له إن شاء الله هدية. ما شاء الله ما شاء الله. حد انتبه ليها إشارة في الحديث. الصيام يعني كتر الناس ما بتصوم. أيوة أنا عايز الشاهد من الحديث. طب ايه علاقة ده بالقاعدة اللي احنا بنقول عليها؟ ان الطاعة اذا كثرت سهلت. اغششكوا حتة. الراجل ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له صوم 60 يوم. قال له ما اقدرش. ها؟ الشريعة تسير الشريعة. لا لا لسه ما وصلتوش برضه. حتة كمان. ها؟ الرجل الصعيدي ده وصل لها قبلكم كلكم. اهو انه فعلا الرجل ده معقول رضي الله عنه ما بيصومش رمضان؟ طب ده بيقول له صوم شهرين، قال له لا ده انا ما اقدرش. بس بيصوم ايه؟ بيصوم رمضان. وكلنا تقريبا لو قلت لواحد فينا صوم شهرين متتابعين يقول لك صعب قوي. ويجي رمضان ما شاء الله. وهذا لأن الإيه؟ كل صايم. الطاعة موجودة في الناس كلها فتسهل، ودي قاعدة يعني في الشرع. ها؟ يعني صورة الكفارة بالحديث. الكفارة عن اليوم قد إيه؟ الكفارة يطعم مسكين واحد عن اليوم. يعني ممكن لو جاب مثلا كيلو ونص رز، والأفضل
ان يطلع من اوسط ما يطعم او ما يطعم. يعني لو واحد غني ما يطلعش كيلو نص رز، نقول له طلع وجبه كويسه كل يوم، طلع وجبه كويسه كل يوم. نعم. الثالث قال التقيؤ عمدا. التقيؤ عمدا، من تقيأ عمدا فيفسد صومه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. وهذا لأجل أن من يفعل ذلك يضعف نفسه، يضعف نفسه، ولذلك لا يجوز الاستقاء عمدا. طيب لو أن إنسان خلاص المسألة دي محتاج لابد يعملها، خلاص هيقضي يوما مكانه، هيقضي يوما مكانه. الرابع الحجامة. الحجامة اللي هي بقى دلوقتي زي التبرع بالدم ونحو ذلك، والراجح في الحقيقة أنه لا تفطر، إن الحجامة لا تفطر، أي صورة من صور الحجامة الراجح أنها لا تفطر، حتى الصورة القديمة اللي كان بيمص الدم بيها دي أيضا لا تفطر، لأنه بيطرد الدم، حتى الصورة القديمة الراجح أنها لا تفطر، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم محرم. وابن عباس ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم محرم إلا إمتى؟ سنة عشرة. وده يدل على نسخ الحديث هذا لحديث أفطر الحاجم والمحجوم. الخامس خروج دم الحيض والنفاس. إذا حاضت المرأة فسد صومها، إذا حاضت المرأة ونفست فقد فسد صومها، حتى ولو قبل المغرب بساعة، حتى لو قبل المغرب بساعة يفسد صوم هذا اليوم. والعكس لو أنها طهرت قبل الفجر بدقيقة واحدة صيامها صحيح حتى وإن لم تغتسل، لأن ليس من شروط الصيام الإيش؟ الطهارة. السادس نية الفطر. إن من مفسدات الصوم نية الفطر، يعني العزم على نية الفطر مش مجرد التردد، العزم على نية الفطر. واحد عزم أنه يفطر حتى لو ما كلش، هذا يفسد صومه، هذا يفسد صومه. أما من كان مترددا فالأرجح لا يفسد صومه. يعني واحد مثلا تعبان شوية كده بالنهار وحاسس بدوخة مش عارف إيه كذا، فقال إيه طب أنا أفطر بقى النهاردة وخلاص أنا مريض، وبعدين رجع بعد شوية كده قال لا لا خلاص إن شاء الله أنا هكمل، هنا في تردد. الصحيح أن النية هذه لا تفسد الصوم، المترددة دي لا تفسد الصوم، إنما الذي يفسد الصوم هو ماذا؟ العزم على الفطر، النية العازمة. السابع والأخير الردة، عافانا الله وإياكم، لمنافاتها العبادة. الردة نعوذ بالله، اللي بيسب الدين والعياذ بالله، كالذي بيسب الدين، سب الدين هذا والعياذ بالله ابتداء يبطل صومه ويبطل إسلامه، يبطل إسلامه والعياذ بالله، لأن من سب دين الله عز وجل كفر. قل أبي الله ورسوله وآياته كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، نعوذ بالله. ولذلك من يسب دين الله سبحانه وتعالى وهو مثلا صايم صوم فسد وارتد عن الإسلام، ويلزمه ماذا؟ التوبة والندم والعودة وقضاء هذا اليوم بعد ذلك. نقف على القول الكلام بمستحبات الصيام إلى المرة القادمة إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.